الجدع ده جاني من 4 سنين. هو مين؟ هو ايه؟ معرفش. لكن بقى تطوراته كانت غريبة، واول ما شفته كده قلت الواد ده مخبي حاجة. هي ايه؟ معرفش. لحد بقى ما قرينا حكايته في الجرنان وعرفنا كل حاجة. هو قال لي ان اسمه شعبان وعرفناها على كده، انما اصله فصله العلم عند الله يا سعادة البيت، والجرنان بيقول اسمه فريد، والاهرام ما يكذبش يا سعادة البيت. ما كانش بيدفع اجرة ابدا. يا ستي خلينا في موضوعنا. امي قالتها لي كلمة حكمة، مالكيش دعوة بحاجة. يعني يا ولاد وديني في داهية علشان امي قالت لك مالكيش دعوة بحاجة؟ ايه؟ وانا مش عارف كنت رمضان ولا شعبان، وانا كنت دخلت سريرتك. هو قال لي اسمي شعبان، شعبان شعبان. يا حضرة الأرض الله نسيك، احنا ورانا عيال مش عاوزين مسؤولية. ده شعبان ولا مش شعبان؟ الله أعلم، أنت أدرى سعادة البيت. طبعا فريد. احنا هنتوه عن فريد الغطريفي؟ ده فريد ابن المرحوم الغطريفي بيه، طول عمره متربي معانا. أنا فريد برضه يا مغاوري، يا مغاوري، يا مغاوري يا ابن المغاوري. لسه مش عارف ايه الحكاية؟ تعرف الشخص ده؟ الشخص ده محكوم عليه بالإعدام. يا ما انت كريم يا رب. كل ده كلام فارغ، ده شعبان، انا متأكدة انه شعبان. فريد ايه هو راصد ايه اللي هيقتلها؟ هو ده يعرف يقتل البورس؟ هو شعبان، انا متأكدة انه شعبان. وسيادتك بقى متأكدة منين؟ هي الناس بتتأكد من الناس ازاي يا اخواتي؟ هو شعبان وخلاص. ترفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة. وبعدين يا استاذ هيضيع بالشكل ده، مع اني والله 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 متاكده انه مظلوم. وانا كمان. طب ساكت ليه يا استاذ؟ ما تقول لهم. مش هيصدقوني، لازم اجيب لهم دليل. دليل؟ ده احنا غلب حمارنا. هو في خيط، لكن خيط ضعيف شويه، انما هو امل، وكله متوقف على انه يكون شعبان ما بيكذبش. والله ما بيكذب، والله العظيم ثلاثة ما بيكذب. أنا هحاول أأجل القضية شوية على قد ما أقدر عشان نكسب وقت. هذا بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة أن الذي أمامنا هو فريد وليس شعبان. ورحمة أمنا شعبان، شعبان. إذن كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، دول نصابين، هم غرروا بيه وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريف. انا ماليش دعوه، انا شعبان. هم عملوا كده عشان يلهفوا الفلوس، وانا كمان لهفت الفلوس. ما انا لهفت شوي وهم لهفوا شوي، يعني انا نصاب. الحكومه تاخد اللي ليه، تاخدوا اللي ليكم، وانا نصاب. احبسوني بس. قالت لي انا مهتم، اصل جالي واحد، ما انا هقول لحضرتك، جالي واحد اسمه فريد الغطريف. انا عرفت ان هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكايه بعد كده، كان عايز يتنصص معايا. انا ماليش دعوه، انا غلبان. عبد الجواد ده ياكل مال النبي، وعلى راي من قال لا تكن اداه في ايد من يغرروا بيه، وعلى راي شاعر الرباط.